بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الشهادة الإعدادية، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة. الآن ورسميا محافظات جديدة تعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام القادم 2023/2024. محافظتين منذ دقائق قليلة اعتمدوا نتيجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، بحيث تكون المحافظة دي رقم 18 و19 اللي بيعتمدوا تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام لهذا العام 2023/2024. طب ايه هي المحافظات دي وخدت من كام؟ هقول لكم بعد قليل. لكن بداية، لو كنت طالب أولي أمر ومهتم بأخبار التعليم وكمان بأخبار التنسيق ويهمك تصلك أخبار التنسيق اول باول لكل المحافظات، فياريت تنزل فورا تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يسرق كل الفيديوهات القادمة، وياريت تدعمني بلايك الان للفيديو، وياريت لو قدرت تشير الفيديو ده شيره بحيث تعم الفائدة. طيب، اول محافظة اعتمدت تنسيق القبول بالصف الاول الثانوي العام للعام القادم 2023/2024 هي محافظة الاقصر، حيث اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المراحل الثانوية النظامية تعليم عام وفني للعام الدراسي 2023/2024 ليكون بحد أدنى من 229 درجة. يبقى كده الثانوي العام بالنسبة لمحافظة الأقصر من 229 درجة. وقال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أنه يتم قبول طلبة أو خدمات الثانوي العام طبقا للقرار الوزاري 357 لسنة 2018 بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام على مستوى كل إدارة تعليمية، مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا لتحقيق العدالة. وأكد وكيل التعليم بالأقصر أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر سيتم متابعة أعداد المتقدمين أولا بأول طبقا للأعداد المتاحة بالمرحلة الثانوية، مضيفا إلى أو مضيفا أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي المتقدم 5 سنوات هي 215 درجة، وذلك عقب اجتياز المقابلة الشخصية، والحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي 3 سنوات هي 210 درجات بعد اجتياز المقابلة الشخصية. أما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي هي 205 درجات، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري هي 190 درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعي 180 درجة. أما بالنسبة للمحافظة الثانية اللي اعتمدت منذ دقائق قليلة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام هي المحافظة الأكثر بحثا على جوجل، وهي محافظة الفيوم، حيث اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم درجة القبول بالصف الأول الثانوي العام لتكون من 233 درجة، طبعا بارتفاع هائل عن العام الماضي. العام الماضي كانت بتاخد من 230 درجة وبعد كده نزلت، أو 225 درجة وبعد كده نزلت ل 223 درجة. وبكده يكون عرفنا المحافظات اللي اعتمدت تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام لهذا العام 2023 للعام القادم 2024. وإن شاء الله بإذن الله بالنسبة لمحافظة الفيوم هنوفيكم بدرجات الخدمات وتنسيق اللي هو الثانوي الخاص. دمتم في أمان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.